أبطال آسيا من دولة الإمارات العربية المتحدة. بالتوفيق، أبو ظبي الرياضية راح تكون حاضرة بنقل كأس العالم للشباب. إيمرسون، إيمرسون، جول جول جول، عدى عدى عدى، سلام. لا تغوي القبر، لا تغوي تقدم للعين، وجاري تحميل، جاري تحميل البطولة رقم 24 يا زعيم. الزعيم يتقدم في الدقائق العشر الأخيرة. إيمرسون يسجل الزعيم في اللحظات التي من خلال العين باقت المرمى الهلاوي. واسر وصلت الكرة لفالديفيا، فالديفيا بيلعب اليسار مع عبد الله. خطرة 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 للعين، خطرة للعين، خطرة للعين. هل يأتي الحسم؟ هل يأتي الحسم؟ الله عليك، الله 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 الله، أقسم بربي بأن الغالي سعرفي، الغالي سعرفي. يا الله يا إيمرسون، يا الله يا إيمي، شو اللي سواه يا مولاي؟ أمسك راسي و... شفنا يا ابن نزلي، هي 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 مسألة ثقة واختيار يعني، وتحاول تقرا في حس يعني، تحاول تقرا اللاعب انه يغير ما يغير. انت قلت كلمه الحين، الشد، الشد يعني الناس يقول كيف الحارس يشد، ما يدرون هذا الانسان مخه هو واضح. خلنا بنعود اذا عبد الرحمن، اذا عوده احبه الكرام الى ركلات الترجيح هنا في حسم الكاس السوبر البطوله التاسعه. والان العين فالديفيا، ولا راح يبدا فالديفيا كابتن فريق نادي العين، هو اللي على التنفيذ، راح ينفذ اول كره. اكيد طبعا بيد الطويله حيكون في المواجهه. وانا اشوف الروح الرياضيه الطيبه يعني عبيد الطويله ووليد سالم حراس مرمى. اي نعم، المباراه في النهايه فوز وخساره، وتبقى الروح الرياضيه فوق يعني فوق الجميع. وهنا واضح تماما، هذا هو فالدي فالديفيا اللي قاعد يترقب هنا، العينوية، وعلى الجانب الآخر أيضا الهلاوية، والكل طبعا يترقب هذه اللحظات الصعبة، لأن كما ذكرت هي من أصعب اللحظات. تعتمد على الآن على قدرات اللاعب، على الثقة في النفس، على إمكانيات حارس المرمى، على مسألة التركيز، على أمور كثيرة ومعطيات كثيرة، على الخبرة كذلك، على الذكاء، على الرشاقة والمرونة عند حارس المرمى. فالديفيا يتدخل على طول، يلعب الجول. إذا فالديفيا يبدأ بالتسجيل من أول لعبة. حنشوف الآن مين مع النادي الأهلي، ظني حسن عبد ربه. على كل حال بدأ طبعا، لا فالديفيا سجل من الكرة الأولى، تجاوب من جانب اللاعبين. هذا حسن، هذا حسن عبد ربه. اذا حسن عبد ربه على التنفيذ، حسن عبد ربه، حسن عبد ربه، حسن عبد ربه سجل من ضرب الجزاء، سجل من ضرب الجزاء اثناء المباراه، وفشل بالتسجيل في الحسم في ركلات الترجيح بتدخل حارس المرمى وليد اللي خلصها. هني على طول، على طول وليد يرتمي تماما، لان عرف زاويته، لأن قرا وعرف زاويته، لأن هني أيضا حطه في نفس الزاوية على يمين الحارس، يعني معناته حظ. بن محمد بن خالد آل نهيان واضحة، بحكم طبعا أنه عيناوي كبير وكبير جدا. في المقابل خليفة سعيد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وهنا أيضا اللعبة الثانية لسالم عبد الله، سالم عبد الله، سالم عبد الله على طول ينفذ جول. هدف ثاني، ينجح في التسجيل، ينجح في التسجيل سالم عبد الله في ركلة الجزاء الثانية، في ركلة الجزاء الثانية، فيما فشل حسن عبد ربه في ركلة الجزاء الأولى للأهلي. حنشوف الآن باري، حنشوف الآن باري، باري هو على التنفيذ، ترجيح الثانية بالنسبة للنادي الأهلي، باري يلعب على طول، وهدف، وهدف باري. الثالثة، الثالثة أحمد، الثالثة للعين، للعين على طول، تتشوت، وهدف عن طريق أحمد معبد. إذا ينجح أحمد معبد في تسجيل الركلة بالنسبة للأهلي، بالنسبة للأهلي
هذا هو يوسف جابر. يوسف جابر الآن واضح تماما. يوسف يوسف والركلة الترجيحية الثالثة بالنسبة لفريق النادي الأهلي. على طول يوسف لعبه وجول وينجح في التسجيل. ينجح في التسجيل 2-2 بالتعادل، لذلك هم احتكملوا ركلات الترجيح. طيب نشوف الآن مين هذا. ساند الأرجنتيني، ساند هو اللي على الركلة الرابعة. ساند ساند لعبه وجول وينجح في التسجيل. ينجح في التسجيل. إذا أربع أهداف حتى الآن، أربع ركلات ترجيح في هذه المباراة. هدف التعادل الثاني. عم مسرور على طول يلعبها وجول وينجح كذلك في التسجيل. إذا الآن أصعب كرة وأصعب ركلة ترجيحية لأن فيها الحسم، وهنا واضح تماما على اعتبار أن يعني حنشوف إذا سجل خلاص انتهت. إذا سجل انتهت هنا طبعا يعني الأمل معقود على أقدام إميرسون، على قدرة إميرسون والتركيز موجود. وشو حنشوف ردة الفعل إميرسون على طول وجول، وبالتالي الكأس التاسعة تذهب مباشرة للعيناوية على حساب الأهلاوية هنا ولثالث مرة في تاريخ